اه ديال الصباح الباكر انا البوز ديال الصباح ما عرفتش نفوت فيه دقيقة دغيا بالزربة باغابوغ البوز ديال البارح جوستومون اللي تكلمنا فيه على المغاربة العالقين آه بالخارج انه كاينين بزاف ديال ردود الأفعال ميرسي أنكم كتفعلوا معنا بطبيعة الحال وكانت سيرتو ردود الأفعال باغابوغ شنو اللي قال أشرف عطاوهم خمس أيام وهذا سميتو حنا فاش كنتكلموا كفريق كل واحد فينا كياخذ كي جهه ماشي كلنا عندنا نفس الصوت وماشي كلنا عندنا نفس الراي وماشي كلنا عندنا سميتو دونك فاش تكلم اشرف على ديك المساله راه ما ماشي ديك البابا ديال وير راه انتم اللي درتوها روسكوم ولا شي حاجه انا غينا فواغ ماشي ماشي ما, ما تقالتش في هذا السياق هذا مم. تقالت في سياق انه اه وما كانش خمس ايام كانت 48 ساعه مم. لانه كانوا الى عقلتوا كانوا تخدوا القرار الخميس بالليل ولا غادي يدخلوا حيز التطبيق الجمعه ما داروش الجمعه خلاو حتى الاثنين دونك خلاو 72 ساعه حتى الاثنين مع 12 ديال, ديال ديال وي ما شوف اشرف الناس بعض المرات كتفهم كت كتفهم في البرومي دوغري كتفهم الكلام اللي تقال ماشي شنو اللي مور الكلام <applause> مور الكلام اللي قلتي بيان سور تضامننا معكم راه من ديما ومش حال هادي وسورتو هنا في شدايا فيم صباح الخير نعماس نتحداكم انكم تجيبوا دويره في, في البرامج الصباحيه الاخرى وتلقاو ناس كتتكلم كيف ما كنتكلموا حنا بصراحه ديالنا وهذا المعود لنا دونك عفاكم ما من نديروش منا خلاف او لا شي حاجه وحاجه واحدة اللي بغيت نسطر عليها وهذه عافاكم الله يجازيكم بالخير ديروا حتى نتوما واحد شويه في دماغكم راه كيف ما كنبغيوش انه يجي شي مسؤول يتحكم في الخط التحريري ديال البرنامج وهذا فما نبغيوش اوسي كذلك ان مستمع او مستمعه يعطي راسو انه كذلك نفس الحق انه يبغي يتحكم كذلك في الخط التحريري ديال البرنامج <applause> دونك عندنا خط التحريري ديالنا كان كان كنهضروا بكل شفافيه وبكل صراحه بطبيعه الحال قلناها البارح اننا متضامنين معكم وبشكل كلي زعما هذه ما فيهاش الهضره لانه شفت بزاف ديال لي ميساج البارح وي سي رشيد وي 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 وي, وي, وي كل تضامن ولكن بعض المرات كتمشي كتدخل لشي حسابات كتلقى راسك تاي هوت منا اشنو اللي غادي تشوفها تشوف الناس اللي عالقين على برا اللي هما مثلا اري شحال غادي نقولوا 2000 3000 4000 4000 5000 6000 ولا غادي تشوف 34 مليون اللي عندك لداخل تو راه هنايا فين كنقولوا بعض المرات انه كتخذ قرارات اللي بعض المرات كتضر بعض الجهات واللي كنسميوها ما بين قوسين اللي دوماج كولاتيغو وخصها ما تكونش نورمالمون الا خديت قرار خصي كذا اللي كنفكر في هذوك الناس اللي واحلين مي فوالا هذا هو الحال اليوم وهذا الشيء اللي كاين وفي جميع الدول اون بليس ماشي في المغرب راح بنادم راه غادي كيضر مع هذا كريز وفي غيا مزور كل خطره كتبان حاجه وكل خطره كيتخذوا قرارات وكل خطره سميتو نتمنوا انه ماشي كل خطره يتنساو الناس اللي اللي, اللي على برا <ممم>. وانهم يلقاو الحل لهاد الناس هادو تو سامبلومون لانه كاين الناس اللي فوالا لي زيتوديون اللي في اوروب وهذا راه كاين ديالو قربه التالي خصو يدخل ويعاود يعاود يجددها ويعاود يرجع بزاف ديال الحويجات بحال ما هكا دونك نتمنى ان السلطات المغربيه وراه قلتها البارح في لو بوز دو جوغ انه نبداو ناخذ بعين الاعتبار ناخذ قرار اوكي داكور ولكن شكون اللي يتضرر من هذا القرار ونحطهم تا هما هاد الناس تا غادي نخدموا معاهم باش نخرجوا بأقل ضرر من هاد الازمه هادي مجموعين فوالا شكرا لكم بزاف كنا كيف اه ما قلنا فتحنا قوس وها حنا سدينا نعم اسم.